هاد البي سي داير 6 مليون الصرف، واش يستاهل شري؟ باش نعرفوا الاجابه خليكم معنا ما تزابيوش. كل واحد فينا فاش كيبغي يشري بي سي كيتخربق بزاف، علاش؟ حيت كيلقى قدامه بزاف ديال الاختيارات وكيخاف يزرب ويصدق واخد شي حاجه لا علاقه لها مع داكشي اللي كان باغي. داكشي علاش خاصك ديما تسول راسك انا اش غندير بهذا البي سي، واش ديفلوبمون ولا ديزاين ولا 3 دي ولا الجيمين ولا المونتاج. المهم هذا السؤال هذا غادي يعاونك بزاف باش تعرف اش من البي سي اللي غادي يخصك. حتى انا فاش بغيت ناخذ البي سي سولت راسي ودرت هذه القضيه، غير هو كاين واحد المشكل، حيت كندير المونتاج ولي زيفي سبيسيو فهمتو. دابا راه لقيت البي سي، لكن باش ناخذو خصني نبيع شي عضو من الاعضاء ديالي اولا كلهم. مي اوروزمون انا عاوتاني على الفرنسي. كاين واحد لوبسيون انك تطلع البي سي بيديك اولا ما يعرف بالبي سي بيلدين، وخا هاد لوبسيون عندي معاه شي ذكريات خايبه من ايامات بلان تيم كارد. المهم قدماء المحاربين راه عارفين علاش كنت. ومن بعد تحريت باش نعرف شنو هما المواصفات لي بي سي اللي خاصني ناخذ، وبفضل موقع بوكيت سيستم اللي وراني شنو هما لي كومبوز اللي خاصني نشري، حيت انا كندير مونتاج بالادوب بريمير برو افتر ايفيكت، لقيت المعدات ومواصفات متواضعه اللي خاصني بالضبط في البي سي اللي غنطلع. نتعرفوا على المقادير. دونك باش نطلع هاد البي سي اول حاجه اختاريت هو البروسيسور اولا المعالج. داكشي علاش اختاريت الاي ام دي رايزن 9 3950 اكس، هذا كيت اوفر كروكا فيه 16 كور 32 في التريد و 72 في الكاش. وكيف ما لاحظتوا الاي ام دي راه بدات شي شويه كتدردك على الانتل، دونك نايضه صراعات. وبالنسبه لي الاي ام دي دابا هو المزيان في البيرفورمانس وبثمن رخيص. بالنسبه للكارت جرافيك اختاريت الار تي اكس 2080 تي اي، هذه راه فيها 11 جيجا ديال لا ميموار غنيه على التعريف، ما كاينش شي جيمرز ما كيعرفهاش. دونك اختاريت لا مارك ازيس ريبوبليك اوف جيمرز لانها هي راه السوق كيف ما كنقولوا. اهم حاجه عندي فيها هو لو نومبر ديال لي كور، فيها شي 4000 وشي حاجه. المهم انا نخليكم لي كاراتيرستيك ديالها، المهم هذه غادي تبرد الكلب. وباش نجمع هاد جوج ديال الوحوش خاصنا يوم شي كارت مير وحشه، دونك داكشي علاش اختاريت الام اس اي اكس 570 جاد لايك. هاد الكارت مير بوحدها خاصه حلقه، علاش؟ هادي سي لا كريم دو لا كريم، فيها كلشي. اي حاجه بغيتي تمشي لبعيد كتقول لك انا معاك، كتسيبورطي لك 10 جيجا ها هي كيعطيو لك معاها، بالاضافه انهم كيعطوك معاها حتى واحد الام 2 اكسباندر اللي كتقدر دير فيها واحد جوج ديال لي اس اس دي ام 2 باش دير فورما ريد. وفاش كدير فورما ريد لا فيتيس ديالهم كتولي مضوبله. المهم صراحه ما غاديش يقدني الوقت باش نشرح لكم هادشي كامل اللي فيها، ولكن الاهم عندي انها فيها 3 ديال لي سلو ديال الام 2 وعاد فاش بلوس ديال لي فونكسيوناليتي ديال اوفر كلوكين. بالنسبه لا ميموار ديال تويدن زاد رويال ديال ديسك، الصراحه هاد لا ميموار عمني كتهزك كتحس بها ثقيله، هذه اول حاجه. وعاد فاش اللوك ديالها لوكس لوكس رويال، وعاد فاش لي رجيبي ديال ملي كيشعل كيعطيك واحد. المهم بالنسبه للستورج خديت ثلاثه ديال لي كاتيجوري، خديت الاس اس دي ام 2، خديت الاس اس دي عاديين، وعاد فاش خديت الاش دي دي. بالنسبه للاس دي دي خديته كستورج وخديت فيه 3 تيرا، خديت جوج ديال الاس اس دي دلتا هادو فيهم 500 جيجا للواحد، عاد فاش فيهم الار جي بي عجبني بزاف فهمتي باش نزوقوا شويه البواتي. واهم حاجه خديت منها بزاف هما الاس اس دي ام 2 اللي هما هاد الصغيورين، لا فيتاس ديالهم طالعه بزاف لا في الريدين ولا في الرايتين. دونك خديت منهم 5، علاش؟ 3 كما قلت لكم انديرهم في الكارت مير، وجوج خليتهم باش نزيدهم في هاد الام 2 اكسباندر زد باش نطلع فورما ريد. وباش الرايزن خدم لي على خاطر خاطر وما يصونش ليا، داكشي علاش اختاريت ليه ماستر ليكويد ام ال 360 ار، هادي غوفرواديسمون باغ ليكيد، وتاني حاجه فيها الار جي بي. وهادشي كامل اللي شرينا كتخص واحد الطاقه باش تاليمونتي وتشعلوا لينا ترونكيل بلا ما يبوغي بلا ما يدير حتى شي حاجه. داكشي علاش اختاريت روغ تور 850 وات بلاتينيوم. بس زوينه هاد لاليمونتاسيون فيها واحد ليكرون كتقول لك شحال كتكونسومي ديال الوات، وعاد فيها اللوغو ديال ريبوبليك اوف جيمرز كيتلون بالار جي بي. وعاد باش نجمعوا هادشي كامل غتخصنا لي شنو؟ بواتي. داكشي علاش اختاريت البواتي حيت ما نقدرش نحطها لكم هنا في الطابله، دونك ها هي نوريها لكم. كوسموس 6700 ام، وكيف ما لاحظتوا اي كومبوزون شريتو كندير لكم الثمن ديالو، وهذا هو الثمن باش طلع لينا هذا الخير. وغير باش تكون فراتكم هادشي كامل اللي شريت راه ما كانوش عندي فلوسو كاملين، دونك اشنو درت؟ شديت شي تبقشيش وشي ماطريا ما بقاش خدام فيه وعرضته للبيع في انستغرام في ستوريات بثمن رمزي. واش كتسنى مازال؟ دوز عندي الانستغرام اصاحبي ودير فلو. ايوا المهم هذه الطريقه كيفاش درت باش كملت الفلوس اللي كانوا خاصيني. حيت الاخوان اهم حاجه ان البي سي يكون بفلوسي. غير ديروا في بالكم راك اي حاجه بغيتي تاخذها اولا توصل ليها راه بامكانك توصل ليها. تقولوا يا لوري كم من الصباح وانت كتبين لينا في الكراطن، فين هما البي اس؟ أوه.
حتى ديجا مجموع صراحة باينين فلوسو ليش حال ثقيل. المهم هذه هي الغزيلطة فينال ديال داكشي كامل اللي شتوه. ها هو تحدى بهنا بالزوين كتشوف لي كومبونزون ديالك من هنا وكنبغي نشكر فؤاد لانه هو اللي مونطا هاد البيسي فهمتي داكشي برو. ما تنساوش دوزو الانستغرام ديالو وقولوا ليه تبارك الله عليك. غير هو باش تعرفوا راه هادشي كياخذ الوقت بزاف باش تمونطي، دونك انا من الزهري خديته من عند واجد. المهم بفلاسي ودابا من بعد ما برونشينا هاد الخلطه السحريه وانستاليناها غادي ندوزو لاهم حاجه الا وهي البنشمارك. دونك غادي نديرو ليه البنشمارك، غادي نجربو فيه لي جو الاخرين وغادي نجرب فيه حتى اللوجيسيالات ديال المونتاج باش كنخدم. صافي يلا اريني ما عندك. المهم اول حاجه غادي نبداو بها هو ايزير بنشمارك. المهم كلشي بروسيسور جرافيك ميموري يو اس بي سكريه حتى حاجه، نتسناو شويه بما فهمتي شنشط داكشي اللي خاصو يتشط. ها هو سالا دابا البنش مارك ديالو، دونك كيعطيك واحد الفكره عامه على البي سي اللي عندك. دونك كما كتلاحظوا ها هو عندنا الجيمين حتى 131%، الديسكتوب 142%، الورك ستيشن 150%، يعني كيعطيك صفه عامه فهمتي. دونك كتعرف هاد البي سي لاش كيصلح، وانا بالنسبه ليا راه. ودابا ندوزو للسيني بنش. هذا هو اللوجيسيال باش كيخدموا الدراري 3D، حتى هو غادي نجربوه. دونك انا ديجا داير فهمتي تيست، نعاودو قدامكم. ماذا يقال بعد ما قيل؟ اي كلاس سيدي من ورا داك الانتل زيون، هذاك الانتل زيون دابا غديرها بوحدو شي 5 مليون. مزيان اخو. ودابا ندوزو لهيفن بنشمارك. هم انجليش كاستم غنديرو ليه اكستريم بس ب 6 مليون. خاص الاكستريم اسمح لي. يلا رن بس خدام تنشيط الحرب كاينش. دونك باش ما تعطلوش وما بقاش تستناو تسالي البنش مارك، انا ديجا درتو وسجلت الريزولتا اللي هي هادي. تادا 170 في الاف بي اس. ودابا ندوزو الجيج بنش فهمتي، ولكن جيج بنش غادي نديرو به البنش مارك غير السي بي يو. صافي 12 في 64 جاب لك السكور. صافي لا سمح لي الصراحه ما كرهتش نزيد مازال دي بنش مارك، ولكن نظرا لي ضيق الوقت دونك ندوزو لاهم حاجه دابا شنو هي الجيمين. المهم هاد لي جو كاملين غادي نتيستيهم غادي يكونوا في افيشاج 4K باش نعرفوا حتى. كنبغي نشكر الجروب ديال بي سي جيمر حيت هما اللي كانوا متفاعلين معايا فاش بوستيت شنو هما لي جو اللي تبغون نجربوهم في هاد البي سي. دونك كنبداو اول جو هو ريد ديد ريدمشن. اول على الميساجور واش انا عندنا وقت الميساجور. ودابا نديرو ريد ديد ريدمشن جوي هوب كيشارجي. المهم كاينين المانيطات الحقه ديال هذا ديال اكس بوكس راه كيخدموا البي سي راه غير بلوتوث بالادابتر بلا والو، كنصحكم تاخذوهم لانهم بلي براتيك فهمتي الا كنتي باغي تهنى من صداع الراس. سينو الناس اللي كيلعبوا بالكلافي والسوري راه بيان سور حتى هو مزيان. بالنسبه لحق لافيشاج راه يعني عزلت 4K، دير ايكون 4K فهمتي سمارت تي في زوينه في الصوره وحتى في الجيمين وحتى في الخدمه. ومن اول حاجه نديروها هي البارامتر ال اس الجرافيزم. بالنسبه للكونفيغ سيادنا راه كما كتلاحظوا درت لا ريزولوسيون 4K. المهم راكم عارفين سمارت تي في ما كتفوتش 60 اف بي اس، دونك كلشي في الجرافيزم درت ليه اولترا 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 اولترا. المهم كاين هاد الاولترا والاوت باش نعرفوا جهدوا فين يوصل باش نشوفوا الماكسيموم ديال اف بي اس شحال يعطينا. نخرجوا دابا في حنا نيماريو لو جو استوار
فوالا او نايس. شحال 27 25 ايماج بار سكوند. المهم 30 ايماج بهاد الكونفيك اوت اولترا راه ما بيش صراحه. خويا بغيت نسولك شاري هاك الجرو اجي جوي نبقشو قاتي عليا. تصرتي راه داك الراس مزيان تبارك الله. اما خرجش مجرم عندكم الزر. ودابا نديرو الجيم الجاي اللي هو فورزا هورايزون. مايكروسوفت ستوديو Reste dans le coin. Horizon s'installe ici pour de bon. Cinéma par seconde. Oui, mais il y a le drap. Ça fait la de Forza Horizon. Dans ta commune, il y a le drap. Il y a le drap. ويلي على الجرام كيدير فيها او 60 اف بي اس. اوي 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 تشولوش اوي اوي le printemps. Oui. On dirait le cross 70 avec. Le premier rideau festival gagne. Et c'est parti. Voilà. Deuxième. Et quand on le الاول ماشي الاول. نيكست جيم غنديرو دوم ايترنال شي حاجه فهمتي شكل دخلو كونيكسيون الكونت هذا راه كيخدم بالكونت ضروري من الكونت. الو غادي نمشيو البارامتر شوفو ديما الفيديو. دونك عندنا لا ريزولوسيون اللي هي 4K 3840 على 2160. دونك شوفوا الكاليتي ديال سميتو ديال كاليتي جينيرال هاي ال في اولترا كوشمار اخو. حنا نشطوك شويه فوق شويه سير اولترا كوشمار بالكاب كانيت صامش. يلا ابليكي خرجوا فحالنا. مشينا. اوي صراحة الجرافيك شحال 60 ايماج باغ سكوند 60 اف بي اس. يا هلا بالحبايب طري واحد كيضرب نديرو ابيكس ليجند. لا بودر برولي سا سان لا فيكتوار. صفوها ليا وصفوا ليا. طب انا نشوف على الجرافيك. المهم ها انتم شوفوا الجرافيك. سي با ان بوكليي شتو سوا عتقوني سير ميرسي دو افوار سورتي. المهم انا بغيت نوريكم على الجرافيك وكيف داير. تي مو ريميرسيرا كونت اون اورا غاني جي شو اتير. ودابا ندوزو للتيست ديال اش ديال لوجيسيالات ديال المونتاج باش كنخدم انا ما بينهم ادوب بريمير برو او افتر افكت.
بحال واحد البروجي اللي هو صراحه باقي ما حطيتوش باقي ما لهتوش به. الو كيفاش كيديماري؟ كيديماري بواحد السرعه. المهم هذا واحد الفيديو صاوبت ديال الفيدونج ديال الموتور ديالي تي ماكس، دونك غادي نشوفو نجربو الران زعما الغوندو ديالو شحال يشد لينا ديال الوقت. المهم هاد لابارتي هادي اللي غادي نخرجوها فيها غير دقيقه باش نعرفو شحال يشد لينا ديال الوقت باش يخرج لينا دقيقه ديال 4K، ومن هنا نشوفو الحكا التايم لاين كيفاش غيمشي، واش غيكون شي دروب ولا لا. هادي 1/4 ما كاينش مشكل انتغرال سي تادير غادي نديرو الكات كانيشن تايمر لا افي بلا والو خدامة ترونكي صراحة. ما عندي ما نقول عمري ما خدمتش الكات كا بهاد الفلو بحال هكا زعما التايم لاين خدام نيشان ما كيلاقي ما كيمشيو ليا كاع ما كاينش الدروب ديال الفريم والو مخيم. ودابا غادي نجربو اكسبورطاسيون ديال دقيقة من هاد الكات كا غنديرو ليه الكرونو اكسبورطاسيون كرونو. فوالا باش خرج لينا 4K في دقيقة خدا دقيقة و 50 ثانية بخير الله إلا بخير. ودابا غادي نجربو لافتر افكتس و تا هو كنخدم به بزاف، دونك غناخدو واحد اللقطة كيف ما بغات تكون، ماشي ماشي بالشرط تكون شي حاجة. مي بون لابارتي نحطو هنا هوب طيارة فورما 4K نحطو عندنا في التايم لاين. دونك كيفاش نديرو لهاد اللقطة؟ غادي نزيدو شوية ديال كونتراست نقصو شويه مثلا كول اسم لو كول يا سلام نزيدوها شويه في ملي فيات فيديو كو بايلوت تويتش. ودابا شوفوا التايم لاين كيف غاد هنا فين كتعرفوا الكارت جرافيك ولا رام خدامين فهمتوني. صراحة ما عندي ما نقول لافتر افكت والادوب زعما حمر لي الوجه كنصحكم. كيف ما لاحظتوا كتحس بالبيرفورمانس ديال الهاردوير سورتو فاش كتحط قدامو شي طاش كتحس بداك الفرق ما بين البيسي القديم ديالك وهذا الجديد، وسورتو كتحس بهاد لي كومبوزون كاملين دايرين ايد وحده وكتحاموا على اي حاجه حطيتها قدامهم. ودابا غادي نرجعوا السؤال ديالنا من هاد الشيء كامل، واش هاد البيسي يستاهل تشريه؟ ايوا واش غادي نقول لك، هاد الشيء كيبقى على حسابك انت وطريقه استعمال ديالك للبيسي، دونك ماشي بشرط يكون عندك نفس هاد البيسي او نفس المواصفات لان الاحتياجات كيختلفوا. فمثلا كنتي ديفلوبر خصك يكون عندك بروسيسور ولا رام شي حاجه طالعه، اما الا كنتي جرافيك ديزاينر خصك يكون عندك الكارت جرافيك ولا رام حتى هي طالعه، اما الا كنتي كدير 3 دي فهمتي والجيمين خاص يكون عندك الكارت جرافيك ولا رام والبروسيسور شي حاجه الهربه، اما الا كنتي كرياتور دو كونتينيو كدير المونتاج خصو بكاميرا 4K و 10 بيت وفهمتي وكولور جريدين، دونك انا كنصحك بشي بيسي بحال هذا او لا كاع محسن لانه يلا يبرد لك القلب والناس ديال المونتاج عارفين علاش كندوي. وانت شنو هما المواصفات ديال بيسي احلامك؟ خلينا نتعرفوا على هذا الشيء في التعليق، ولا عندك اي سؤال انا راه الاشاره. ما تنساش تعاونوا وتجاوبوا بعضياتكم في كومونتير الا شي واحد ما عرفش شي حاجه، لان الهدف من هذا الفيديو هو البارطاج ديال الفورماسيون وسورتو نعاونوا بعضياتنا. ما تنساش صيفط الفيديو صاحبك فهمتي زعزع عليه المشاعر، ولا عجبك الفيديو فرق علينا ديك لايك، واهم حاجه تكون مابوني ومفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. فبالاشتراك ديالك في القناه راك تساهم في تشجيع المنتوج المغربي. بيس تلعب بالانيميشن داكشي 1 دي و 3 دي باللب ديال جميع زعما كاين عاد فاش انا شي حاجه. المهم انا نكتب لكم لي كارت جرافيك لي كارت ستيكا لي كارت جرافيك. وثاني حاجه ان